حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير بصحه جيده. انا في نعمه والحمد لله، ربي يدومها لكم وعليا ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم ماسك اكثر من رائع، هو بديل كيراتين طبيعي، يعني مكونات ان شاء الله يعني كامل تكون متوفر عندكم هذو المكونات. نبدأ على بركه الله. المكونات اللي نحتاجوهم في الماسك نتاعنا وبديل الكيراتين تاعنا، واش نحتاجو فيه؟ نحتاجو فيه بودره الارز، هو المكون الرئيسي في الوصفه تاعنا اللي هو بودره الارز. هنا يعني بودره الارز يعني راني خادمتها وحدي في المنزل، اللي ما يعني ما تعاش تخدم البودرة تاع الارز يعني تشوف الوصف في صندوق الوصف، ولا كما نقولوا تشري المحلبي عادي، البودرة اللي نديرو بها المحلبي. المهم بودرة تاع الارز، واللي مش متوفر عندها الارز يعني تقدر دير نشا، وانا كنت شاركت معكم الوصفة هذه يعني في بلاصة الارز ديروا نشا، وانا دوك نحط لكم الوصفة في صندوق الوصف. والمكون الثاني اللي نحتاجو ابري شامبوان. انا نستعمل هذا هاواي، وانتم ديروا اي ابري شامبوان يكون متوفر عندكم، صح يعني ننصحكم بهذا، يعني السعر تاعو في متناول الجميع، يعني ويساعدكم انكم تديروا الماسكات يعطيكم نتيجه مليح. واللي مش متوفر عندها دير اي يعني اي بلسم يكون متوفر عندها، اي ابري شامبوان اللي تستعملوا. والمكون الثالث ذبان بسلام يحب يصور. والمكون الثالث اللي هو زيت نواة التمر، كذلك كان يكون شاركته معكم قبل، نحط لكم الوصفه يعني في صندوق الوصف. هنا انا نستعمل الزيت تاع نواه التمر، اللي مش متوفر عندها زيت تاع نواه التمر يعني تقدر دير اي زيت يناسب الشعر نتاعها، دير يعني سواء زيت جوز الهند او زيت اللوز او زيت الصبار او زيت الحيه او زيت دابر املا، كل وحده يعني دير زيت اللي يناسب الشعر تاعها. انا يعني نفضل اني ندير زيت بذور نواه التمر، يعني يعطاني نتيجه رائعه. نروح نمروا للطريقه كيفاش نحضروا الماسك تاعنا. هذا هنا الارز على حساب طول وكثافه تاع الشعر تاعكم، نضيف له البلسم. انا يعني دائما نديرها تقريبا، راني درت 3 مغارف تاع بلسم، انا يعني متعوده اني نديرها لي ما تمش يعني تحسب بالمغرفه. وهنا يعني الكميه ترجع للطول والكثافه تاع الشعر نتاعكم. نهاريكم انا بعد ما خلطت يعني البودره تاع الارز تاعي مع البلسم، هاوليكم الخليط اللي تحصلت عليه. هنا راح نضيف له الزيت، مغرفه ونص كبيره تاع زيت. انا يعني للامانه شعر تاعي جاف، يعني نحب نكثر الزيوت. انا يعني حنستعمل زيت واحد برك، يعني نستعمل غير الزيت تاع نواه التمر. هنا يعني تقدروا ديروا اكثر من يعني اكثر من زيت واحد، يعني تقدروا ديروا زوج زيوت او 3 زيوت، يعني هذا بالنسبه للناس اللي شعرهم جاف. اما اللي شعرهم دهني يعني يحاولوا يديروا مغرفة واحدة برك تاع اي زيت يناسب الشعر تاعهم، اما الشعر تاعهم جاف يحاولوا انهم يعني يديروا الزيت يعني زوج مغارف ولا مغرفة ونص، ويقدروا حتى يديروا زوج زيوت ولا 3 على حساب يعني الشعر نتاعهم. هاوليكم الخليط نتاعي هنا صار جاهز، يعني الكيراتين تاعي هذا صار جاهز. هاوليكم، اتمنى الصورة تكون واضحة. طريقة التطبيق نتاعو نطبقوه على الشعر، سواء يكون يعني مبلول ولا يعني ناشف ما كانش حتى الفرق، يعني طبقوه على الشعر تاعكم خصلة بخصلة بهذه الطريقة، يعني خصلة بخصلة الشعر تاعكم كامل، يعني من الأطراف حتى الجذور، يعني خصلة بخصلة كامل الشعر تاعكم. بعد ذلك تجيبوا مشط، مشط حاولوا أنو المشط تاعكم يكون الأسنان تاعو مفتوحة. دوك نوريلكم يعني المشط، مشط يعني يكون الاسنان تاعو يعني شويه متباعدين هكذا، مش شرط يعني نفس المشطه تاعي، يعني مهم المشطه تكون الاسنان تاعها شويه متباعدين بهذه الطريقه. يعني بعد ما تطبقوا الماسك على الشعر تاعكم، يعني الكيراتين هذا على الشعر تاعكم كامل، تمشطوا الشعر تاعكم عادي، باش يعني تحاولوا انه لازم الخلطه هذه يعني تشوف تمس الشعر تاعكم كامل، وبعد ذلك يعني تلموا الشعر تاعكم وديروا يعني بوني، اللي عندهم لي بوني كما هادو يديروا بوني، اللي ما عندهمش يعني يديروا كيس بلاستيكي، يعني كل واحد يدير واش متوفر عنده.
يعني وقعدوا به أطول مدة ممكنة، يعني من زو سوايع حتى يعني يوم كامل، ما عدا ما تباتوش بها برك، يعني ما تباتوش بها وديروها يعني يوم كامل، وبعد ذلك تغسلوا الشعر تاعكم عادي بالشامبوان والبرسم كيما هما عارفين، تغسلوا الشعر تاعكم عادي. هذه الخلطة يعني للناس اللي يكون شعرهم بزاف يعني مجعد، يعني يقدروا يديروها 3 مرات في الأسبوع، واللي الشعر تاعهم يعني عادي با كيما نقولوا حابين يستغناو على السوشوار يقدروا يديروها مرة واحدة أو 2 مرات في الأسبوع، صدقوني يعني النتيجة تاعها جد جد رائعة. وكنت يعني شاركت معكم وصفات مثل هذه يعني بالأرز والنشا والبلسم، يعني كنت شاركت معكم عدة وصفات نحطهم لكم في صندوق الوصف، ونتمنى يعني تجربوها وتعجبكم النتيجة. كاي اللي يلقاو نتيجة من أول استعمال يعني بعد ما يغسلوا شعرهم راح يشوفوا نتيجة فورية، وكاين يعني حتى الثالث استعمال، كاين حتى يعني الرابع استعمال، الخامس استعمال، يعني كل وحده والشعر نتاعها. برك يعني بالنسبه للناس اللي شعرهم مجعد او ما يلقاوش نتيجه فوريه، يعني مع المداومه عليها باش يبداو يشوفوا في تحسن في الشعر تاعهم. اما الشعر تاعهم يعني مليح نتيجه فوريه، يعني مجربه مني، يعني النتيجه تلقاوها من اول استعمال كما قلت لكم، تقعدوا بها اطول مده ممكنه، ما تباتوش بها برك، واغسلوا الشعر تاعكم عادي. نتمنى يعني تجربوا الماسك هذا وترجعوا لي يعني بالاراء تاعكم عليه. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تعمل فائده. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.